مش قادر يا فريد، مش قادر افضل في الشغل طول النهار واسيب كده امل لوحدها وانت في الاذاعه وفي التسجيلات. ما هو ما ينفعش يا حبيبي تفضل رايح وجاي معاها زي خيالها كده. البنت كبرت يا فؤاد وتقدر تحمي نفسها. ايوه كبرت، يعني العيون بقت عليها، يعني ما تتسبش لوحدها يا فريد، ما تتسبش لوحدها البنت دي. طيب قلبك ابيض، تعال نقعد نشرب شاي ونكمل كلامنا. تعال مش هنتكلم في الشارع. اتنين شاي لو سمحت. المشكله يا استاذ ان حضرتك بعد ما سبت الشغل بقيت انا الوحيد اللي متحمل كل المصاريف، والحمل بقى تقيل عليا قوي. ماما كل فين وفين لما بيجي لها شغل. انا دلوقتي اللي بصرف على البيت لوحدي يا فؤاد. انا هشتغل يا فريد، هشتغل، بس انتوا خففوا الحفلات اللي بتعملوها في البيت كل يوم والتاني. لا يا استاذ، الحفلات دي ضروريه جدا، احنا امراء ولينا كرامه، والناس دي زي ما بتساعدنا وبتقدمنا لعالم الفن لازم احنا كمان نرد لهم الجميل في المقابل. واعتقد ان الحفلات دي اقل حاجه تتعمل يا فؤاد، احنا ولاد اصول. يا ريت نرجع الجبل، يا ريت يا ريت نرجع ونخلص من القصص دي كلها. انا مش عارف جبل ايه بس اللي انت عايزنا نرجعه ده يا فؤاد. انا مصيري هنا، انا اموت لو خرجت بره مصر. وبعدين الحمد لله يا اخي ابتديت احط رجلي على اول مشوار حلمي. انا دخلت عالم المغنى يا فؤاد، فاهم معنى كده ايه؟ مش انا بس، انا وامال كمان. انا عارف ان انت ما بتحبش المغنى وما بتسمعوش الا بالغصب، بس تعمل ايه؟ صحيح ذنبك ايه؟ ربنا ما ادالكش ودان حلو يا فؤاد. مع كل احترامي لاهلنا وناسنا في الجبل، بس انا حاسس ان مستقبلنا هنا في مصر. انا هتجنن يا فريد. انت مش هتتجنن، انت هتشتغل وتبطل دلع بقى. بالمناسبه صحيح، مدام ماري منصور عزماك انت وامال تيجوا تسمعوني في الكازينو وتتعشوا معاها. وامال كمان عايزني اخد اختك لكباريه. ايه مالك بتهب فيا ليه كده؟ يا اخي انت المفروض كانوا يسموك بارود مش يسموك فؤاد. مين قال يعني ان انا هقبل ان اختي تجالس الارتستات وتقعد مع الزباين؟ انت اتهبلت يا فؤاد ولا ايه؟ ساره هتبقى موجوده هناك وهتقعد معاها على جنب، ولو يا سيدي ساره مشغوله تقعد لوحدها، نجيب لها كرسي وتقعد ورا الستاره تتفرج عليا. اهم حاجه شوفني وانا على المسرح. ما احنا بنشوفك كل يوم يا سيدي. افهمني بقى، ما تحسسنيش ان مخك زنخ. انا بقول لك عايزها تشوفني وانا على المسرح، تشوفني انا بتواصل ازاي مع الجمهور، الجمهور الحقيقي السميع. بس مش عايز حد يشوفها. ساره هتبقى موجوده كويس، وبعدين احنا كمان ممكن نقعدها لوحدها يا سيدي، هنقعدها ورا الستاره السوداء بس تيجي تسمعنا. خلاص ارتحت، ولا حد هيشوفها ولا حد هيسمعها. اهم حاجه ما حدش يشوفها من الناس. وعد مني يا سيدي. خلاص بقى.